فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو يستقبل وزير الدولة الكونغولي المكلف بالاقتصاد والمناشئ. أدم يونسمي ممثلاً لرئيس الوزراء يختتم أعمال الدورة العادية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي. سيدات وسادة أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، نحييكم من الفضائية الشادية من أنجمينا ونقدم لحضراتكم النشرة الإخبارية العربية لهذه الأمسية. التقى صباح اليوم فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو بالقصر الرئاسي، التقى بوزير الدولة الكونغولي المكلف بالاقتصاد والمناجم، حيث تمحورت المقابلة حول سبل تقوية وتعزيز النشاط الاقتصادي والمالي بدول إفريقيا المركزية وأثار الأزمة الاقتصادية التي تعصف بدول السماك. تقرير عائشة خليل بلال. في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية وإمكانية إيجاد السبل الكفيلة للخروج من هذه الأزمة، الأمر الذي جعل فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو يلتقي صباح اليوم بوزير الدولة الكونغولي المكلف بالاقتصاد والمناجم السيد جيلبير إندينغو، والذي جاء برفقة وفد رفيع المستوى. اللقاء حضره من الجانب الشادي وزير المالية والميزانية عبد الله صابر فضل، والأمين العام برئاسة الجمهورية جان برنار باداري، ومدير المكتب المدني برئاسة الجمهورية إيس علي طاهر، والوفد المرافق لوزير الدولة الكونغولي المكلف بالاقتصاد والمناجم، ومدير بنك التنمية لدول إفريقيا المركزية، وبحضور حاكم بنك دول إفريقيا المركزية عباس محمد تولي. الاجتماع استمر قرابة الساعة، نوقشت خلاله عدد من الملفات المالية والاقتصادية التي تأتي بالمصلحة العامة لدول مجموعة السيماك، الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجه القارة الإفريقية على وجه العموم وبلدان السيماك على وجه الخصوص، وما مواضيع أخرى ذات صلة تطرق إليها فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو في هذا الاجتماع مع الوفد الكونغولي، وطلب بضرورة التحرك الجاد للمسؤولين الماليين والإسراع من أجل إيجاد طرق أفضل لتحسين الأوضاع الاقتصادية والمالية التي تعيشها بلدان السيماك. وزير الدولة الكونغولي المكلف بالاقتصاد والمناجم جيلبير إندينغو عقب خروجه من المقابلة قال إنهم التقوا مع رئيس الجمهورية بصفته الرئيس الدوري للمجموعة الاقتصادية والنقدية لدول إفريقيا المركزية، وذلك من أجل النظر بصفة عامة حول العقبات الاقتصادية ومشاكل السيولة النقدية وتمويل المشاريع القائمة في دول المجموعة. وأضاف إننا نملك بنكا مشتركا يندرج تحت إطار بنك دول إفريقيا المركزية، وله دور آخر يقوم بتمويل البنوك الفرعية للدول بالسيولة المالية، أي بمعنى ينظم الحركة المالية ويمول المشاريع التنموية المشاريع الكبرى التي تتعلق بالبنية التحتية وغيرها. نذكر إن هذه المقابلة التي ركزت حول الأزمة الاقتصادية والمالية التي تمر بها معظم الدول ستسهم بلا شك في حل الأزمة المالية التي تمر بها البلاد. اختتم صباح اليوم رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي عبد الرحمن مختار بقصر 15 يناير أعمال الدورة العادية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي الثقافي. كان ذلك بحضور ممثل رئيس الحكومة وزير البنية التحتية آدم يونسمي ورئيس الجمعية الوطنية والعديد من المدعوين. تقرير بحر الدين عبد الشافي الدود. بعد 15 يوما أنهى المشاركون أعمالهم من الجلسة العادية الأولى للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي الذي أقد تحت موضوع تنمية وتحديث القطاع الزراعي والرعوي والغابي والموارد المائية والقضايا ذات التحديات والتطلعات المستقبلية، ولأجل تقوية قدرات العاملين على التحمل والتأقلم مع التغيرات المناخية والمساهمة في توفير الأمن الغذائي في البلاد، يمكن أن تندرج في الإصلاحات الضرورية التي تعمل على المصلحة الوطنية. رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي عبد الرحمن مختار محمد أشار في كلمته الختامية إلى أهم قطاع الموارد الاقتصادية التي تم استقلالها بصورة جيدة وتساهم في خلق فرص العمل للشباب، وبهذه الأسباب يمكن أن تزخر به البلاد وترفع التحديات المرتبطة عبر مواردها الطبيعية، كما أن إيرادات التحديث تشكل أثراً أساسياً في نمو الاقتصاد الوطني والكفاح ضد الفاقة والبطالة في وسط الشباب العاطل عن العمل وتنمية وتطوير الحالات الفنية والحرفية. أطلقت صباح اليوم ممثلة وزارة الصحة العامة لدى المنسقية الصحية بإفريقيا المركزية أعمال الدورة التدريبية حول حماية المرأة والطفل، والتي نظمتها اللجنة الدولية للحماية
من المخاطر. تقرير ياسر محمد أحمد. من أجل صحة وسلامة الأمهات والأطفال أثناء الولادة وما بعدها، ولأهمية هذا جاء افتتاح أعمال هذه الورشة التدريبية التي نظمتها اللجنة الدولية للحماية من المخاطر حول حماية المرأة والطفل، بهدف تزويد المشاركين بالخبرات والمعارف التي تسمح لهم من أجل التعامل مع حالات الحمل والولادة وتحمل تبعاتهم. في كلمته المحاضر الطبيب سامي ليوكيتا قال إنهم سيدربون المشاركين في آليات وطرق تحسين الولادة في الأقسام الصحية ومنع حالات وفيات الأمهات، وكما طلب من المشاركين تطبيق ما تلقوه من معلومات على أرض الواقع. أما ممثلة وزارة الصحة العامة لدى المنسقية الصحية بإفريقيا المركزية أثناء افتتاحها أعمال هذه الورشة قالت إن النساء يعانين الكثير من الحالات أثناء الولادة. كما نقوم فوق نوقف مشكلة ده يلنا يموتوا أوين يموتوا ما يقع ده، بس أسا فورماسيون النسو اليوم ده ليشان نوصبوكو كمامات وايدين ألاني النسو وما نعرفو تعبيه حقا ليشان ياتو كل يمشي في الدربة دربة ونوقفو مشكلنا والودة الناس يمشوا ويموتوا ده. ونشير بأنه شارك في هذه الورشة مهنيي الصحة الذين قدموا من بعض أقاليم البلاد والداي وإيندي شرق والبهيرة وإقليم وادي فيرة، كما أن الورشة تستمر 10 أيام كاملة. أزل الستار مساء أمس بقصر 15 من يناير أعمال الملتقى الأول لمنظمات وسط إفريقيا، واللي نظمته منظمة النهضة الشبابية الشادية بالتعاون مع الندوة العالمية للشباب الإسلامي مكتب تشاد. حضر المناسبة الختامية العديد من المدعوين. تقرير سيد أحمد حسن. بعد 48 ساعة من تبادل التجارب وإلقاء البحوث والاقتراحات يزدل الستار على أعمال الملتقى الأول لمنظمات وسط إفريقيا. محمد بخيت الجزولي ممثلا للمشاركين في الملتقى أثنى على هذه الجهود المبذولة من منظمة النهضة الشبابية التشادية، طالبا ألا تتوقف مثل هذه الأنشطة لما لها من مردود معنوي على المشاركين والذي سيغير وبالتأكيد الكثير من الأفكار الشبابية إلى الأفضل. أما أبكر محمد حامد أمين العلاقات والإعلام بالمنظمة أعطى نظرة ملخصة عما ترمي إليه مثل هذه الأنشطة، حيث قال: نريد تأهيل شاب يستطيع إقناع رئيس الجمهورية بمشروعه خلال فترة تجاوز البساط الأحمر الرئاسي، ونريد شابا يعطي فكرة متكاملة عن مشروع ضخم خلال الفترة التي يستغرقها نزول المصعد في أي مبنى كان، ونريد شبابا يشكلون سدا منيعا في وجه التخريب وإسراف مال الدولة والتطرف والقبلية والطائفية، لنخرج بشباب تغمرهم روح التنمية والرقي ببلادنا الحبيب. وبعد عرض مقطع الفيديو الذي لخص حيثيات الملتقى كانت الكلمة الخاتمة للنائبة البرلمانية منصورة حامد نوري التي أبدت فيها إعجابها عن هذه المبادرة الشبابية، وقالت: إن القارة الإفريقية بأكملها بحاجة لمثل هذه العقول النيرة لتجاوز كثير من العقبات التي تقف عائقا أمام التنمية. وفي نهاية المناسبة قد حظي الكل بشهادات مشاركة وأخرى تقديرية. قدمت مؤسسة القلب الكبير مساعدات غذائية لنزلاء السجن المركزي لمدينة مصرو حاضرة إقليم بحر غزال. كانت المناسبة بحضور الأمين العام الإقليمي لإقليم بحر غزال وممثل مؤسسة القلب الكبير عيسى محمد مهدي ومدعي الجمهورية بإقليم بحر غزال محمد المنصور عبد الرجال. تقرير آدم حنفي فاضل. مدينة مصرو هي حاضرة إقليم بحر الغزال، حيث وصلت إليها مؤسسة القلب الكبير، وذلك بهدف تقديم مساعدة المحتاج ضمن نشاطاتها الخيرية الهادفة إلى مساعدة الضعفاء والمحتاجين. هذه المرة قدمت مؤسسة القلب الكبير غافلة من المواد الغذائية إلى السجناء المحكوم عليهم في سجن مصرو. المساعدات التي قدمتها مؤسسة القلب الكبير إلى السجناء لا شك أنها تفيد المعنيين بها. مؤسسة القلب الكبير باسم انا رئيستها رئيسة المؤسسة، اليوم فكرنا جينا هنا في مصر للمساجين هنا ميزون داري في الوقت الحالي هسه قاعدين فوق الدولة مستمرة فوق في العزمة الحالية كل شيء معروف
والمؤسسة حتى كما نقدر نسوي شغل كبير كله البسيط من علينا ده نفكروا في ناسنا أخواننا المساجين عشان ده اليوم جمينا منا جمينا جينا هنا في مصر خاص للمساجين هنا السجن هنا ميزون داري. وكيل الموارد بسجن مصر محمد كوشمي أكد لوفد مؤسسة القلب الكبير إن هذه المساعدات ليس لغير السجناء فيها نصيب، كما شكر في خطابه رئيسة المؤسسة سيدة البلاد الأولى هند ديبي إتنو على ما قامت به من فعل خيري وإنساني تجاه هؤلاء السجناء. الأمين العام لإقليم بحر القزال جان كلود دوغونال قال في خطابه إن مؤسسة القلب الكبير هي المؤسسة الوطنية التي فاض عطاؤها في جميع البلاد، ولكنها الأولى من تتميز بهذه البادرة الخاصة بالسجناء، كما قدم شكره لسيدة البلاد الأولى على الجهود التي بذلتها وما زالت تبذلها حول العناية بالشرائح الضعيفة. السجناء أنفسهم قدموا شكرهم لسيدة البلاد متمنيين لها دوام الصحة وطول العمر، وشهدت المناسبة في نهايتها تسليم المساعدات رسميا إلى مسائل السجن بمصر. وحول أوضاع السجناء بسجن مدينة مصر تحدث مدعي الجمهورية بمصر للزميل آدم حنفي فضل. السجن الكبير أنا ميزون داري أنا مصر عندنا ناس كتير بيجيبوهم لنا ترانسفير من جمينا من أبش من سر من أي مكان. بعدين جست الأسبوع الماضي ده لا سيمين درنير ده أنا جيت سويت الرابور سيركونسانسي في مسألة الناس المساجين القابعين في السجن لمدة تتزايد عن 8 سنوات واحدين 9 سنة 7 سنة، حالة مزرية جدا. لكن سويت رابور لأن الدوسي حقهم هني في مصر ده نحن تريتوريال ما كومبيتان عشان نجيجيهما بأسرع وقت ممكن ومسألتهم تنتهي. لكن في ناس اللي يجيبوهم لنا ترانسفير من برا، أمس سوينا فوقهم رابور أنا وديتها للباركي جنرال وللوزارة هناك ده يشوفوا مسألتهم بأقل وقت ممكن يلقوا لهم حلل، لأن وزارتنا نحن وزارة العدل وحقوق الإنسان، دونك نحن مختصين حتى بحقوق الإنسان والقانون له نظرة إنسانية على الأقل. ترأس الأمين العام إقليمي السلامات أعمال الاجتماع الذي نظمه وفد بعثة منظمة متحدة للأمومة والطفولة اليونسيف حول عرض نتائج الفحص المبكر للمصابين بفيروس مرض المناعة الطبيعية السيداء. حسن جدا عمر. على المستوى الإقليمي بدأ مشروع إيريبورت العمل رسميا بمدينة أم التمان حاضرة إقليم سلامات منذ سنتين، وفقا للنتائج المسجلة من قبل المكتب الفرعي لهذا الكيان الشبابي الذي يسهم بشكل فاعل في مجال التعبئة الاجتماعية للشباب. حسب النتائج المؤرضة خلال هذا الاجتماع الذي جمع شباب المشروع بوفد منظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة اليونيسيف بحضور أعيان الإقليم في مقدمتهم الأمين العام للإقليم مختارا جربي تومبال، فمنذ الانطلاقة الرسمية لأنشطة المشروع حتى الآن تم تسجيل أكثر من 4000 شاب، إلا أن هناك تحديات وعقبات صاحبة المشروع، منها عدم ترك أولياء الأمور للبنات لممارسة الأنشطة التوعوية المتعلقة بالفحص المبكر عن مرض فقدان المناعة المكتسبة السيدة. ضف إلى ذلك بعض العقبات التي سجلت كزواج القاصرات، عدم إعطاء الفرصة للفتاة لإكمال مشوارها التعليمي. جراء هذه النتائج عرض رئيس البعثة باسكال فيرسو رؤية اليونيسيف من الآن وحتى عام 2021 والنتائج المنتظرة، إلى جانب التحديات التي تم عرضها من قبل ممثل وزارة الشباب والرياضة مدينة دبا. كما لقي هذا المشروع إعجابا من قبل الأمين العام للإقليم مختارا غرباي تومبالباي ممثلا للحاكم، كما أكد جاهزيته لمشاركة الشباب بجميع الأنشطة. ولتسهيل عملية التوعية قدمت منظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة عبر مسؤولها الإعلامي أدوات إخبارية للنادي الإقليمي لأداة الاتصال قام فريق من التلفزيون الوطني بجولة في بعض أحياء العاصمة أنجمينا بهدف معرفة الإشكاليات التي تواجه سير المواصلات والمرور بسبب الأعطال الفنية التي تعاني منها بعض الإشارات المرورية. زميلة حليمة سعد يعقوب وهذا التقرير.
بهدف تسليط الضوء على العشارات المرورية المعطلة في الشوارع الرئيسية بالعاصمة عين جمينة، حيث أنها تلعب دورا هاما في تقليل نسبة الحوادث وتنظيم المرور في الطرق العامة. وعليه فإن الأضواء الثلاثة الأحمر والأصفر والأخضر ذات الألوان المتباينة، الأحمر للوقوف والأصفر للاستعداد والأخضر للسماهي بالمرور، وهذه الألوان تشكل هجر الزاوية في عملية تنظيم المرور في العاصمة والمدن الحضرية. الفيروج أغلبة الفيروج ما يخدمه، والبوليسات كان فيروج كان ما يخدم ده، هو بس ده آخر له، هو يقعد في رومباي ويرجع فيروج. أنت ما عندك خبر تيفا فيروج ما ولا عندك نص أخضر نص أحمر، ما تعرف تجيب وينو أحمر وينو أخضر. تدخل البوليس قدام يوري ويقف يكربك يقول أنت فيروج ولا أحمر وأنت دخل، ما ترى صار بيك ضيق بوليس موتو بينه بوز بينه تسكي بينه كار بينه هيل ذاتك الناس زحمة بيك زيادة. واجب ميري يقوم بيقدم حقا يشيل البانودول ده يشيلهم ويحطهم في مكانهم، كان سي كان ناس وادين ما بيحترموا البانودول كله، يعني كان بانودول قاعد ده هو آخر ما حطت وادين ده البوليس قاعدين بقدر برفعوا لنا الحادث ده. والمرات كمان انت سيدة تحاسب لنفسك عشان الإشارة كما في ده تحاسب لنفسك، ده بس الثانيين قاعدين يمروا فوق. الجدير بالإشارة فإن مدينة عين جمينة عاصمة البلاد قد اكتظت بأنواع مختلفة من وسائل المواصلات تزدهم في بعض الأوقات ذهابا وإيابا، ولكي تسهم الإشارات الضوئية في سلامة وأمن المرور للمواطنين في المدن الكبرى ضرورة إصلاحها متى ما تعرضت للتلف، وأن طريقها يكمن سلامة أرواح المواطنين بشكل منتظم. شهد صباح اليوم مقر الخلية الدائمة مناسبة عرض ساج للشواء اللحوم والذي يعمل بالغاز من ابتكار المهندس الشادي عثمان عبد الرحمن إبراهيم. حضر المناسبة منسق الخلية الدائمة بكر سليمان. تقرير محمد حسن آدم. إن الغاز هو البديل الأفضل للاستخدام في الطاقة المنزلية وكذا المحافظة على البيئة، وعليه فقد أنشأ المهندس عثمان عبد الرحمن إبراهيم ساج لشواء اللحوم إلى جانب أدوات الطبخ، وذلك بدلا من استخدام الحطب الذي يؤثر سلبا على البيئة. لنا سنين طويلة بنستخدم الحطب، نقطع الشجر من يبس بنستعمل قطب كطاقة منزلية. الكلام ده خطأ مع أسر الحديث، وكدنا الحسي حالي ونينا كمهندسين قاعدين من سايد كل الشرايح. أنا كمهندس من أضمن لهم السلام، الخاص كان تلف لكن المعدات الحسي مصنعة بسلامة المستهلك ورقيصة وما بأثر في الإنسان في استعمال ذاته. منسق الخلية الدائمة لمتابعة البرامج ومشاريع التنمية الريفية قال إن هذه البادرة توافق مع سياسة السلطات العليا بالبلاد المتعلقة بتوفير الغاز للسكان ومكافحة الزحف الصحراوي. هذا وكما أكدنا النساء اللائي استخدمنا هذه الأدوات بأنه يساعد في توفير الطاقة والسرعة في تحضير الطعام. هذا تبيك لنا غازي من هذا تبيك غازي لا عنينا إسي غازة غازة تنيندا بسيميل دونك هذا تبدان بو نسواز غازة نشارج فوقا كان غازة كان جميني بغاز نمشي فوقا وانا سينا إسينا. ونشير إلى أن مثل هذه الابتكارات تستحق الإشادة والتقدير، فعلى الجهات المعنية تشجيع مثل هذه المبادرات من أجل النهوض بهذا القطاع الحيوي والذي يسهم بشكل فعال في الحفاظ على البيئة. نظمت مساء أمس شبكة الفنانين والمسرحيين والممثلين التشاديين حملة توعوية في الدائرة الرابعة لتوعية سكان الدائرة حول الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها البلاد. نتابع أهم ما جاء في حديث أحد أعضاء الشبكة. شيء الياباني هنا شيء بسيط وصغير لكن تقيل. قلنا شنو؟ اليوم عندنا مشاكل حار في بيتنا. اليوم عيال دقاق ما مشوا للكل، حتى عيال الدقاق أنا جردين أقول ما فاتوا. اليوم ناس ما قدروا قدوم لبتان. أنا نجينا اليوم الريزو قمت بنفسها جاك دور توري شنو لسكان أنا كاتريم يا جماعة كان قاسي كل خبر ده ودو قدام أنا ندور شنو ندور ديالوغ والديالوغ ده هي بس العافية دي وأنا ما ندور إتا ما سندكارا يقولوا مخابنين ندور يسامو هم كان سامو رحال الفي
كان هذا اللي قلنا لأن كلنا نجمع كل نعيش مرتاحين ونعيش آفي والسلام مش للآخرين. نظمت مؤسسة تشاد هيلينك بتعاون مع صالون بي سي بي جي للتجميل يوما مفتوحا للتجميل وتصريح النساء الأرامل، وذلك ضمن النشاطات الخيرية للمؤسسة. حضر المناسبة عمدة الدائرة التاسعة. تقرير محمد حسن آدم. هذا اليوم المفتوح لتجميل وتصريح النساء الأرامل المنظم من قبل مؤسسة تشاد هيلبينغ هاتس بالتعاون مع صالون بي سي بي جي للتجميل يدخل في إطار نشاطات المؤسسة الرامية إلى الوقوف بجانب الشرائح الضعيفة وتمكين المرأة. عمدة بلدية الدائرة التاسعة محمد كريم صالح أشاد ببادرة هذه المؤسسة الخيرية وما تقوم به من أعمال تسهم في تحقيق الرفاهية للسكان. من ناحيتها رئيسة مؤسسة تشاد هيلبينغ هاتس أكدت بأن الهدف من تنظيم هذا اليوم هو السماح للنساء الأرامل لمعرفة ما يقدمه الصالون من خدمات لصالح النساء. قلنا اليوم ده ننتم شرنانا بيانتر يجو يسو كماما أوين يجو يسو راسم يسو سوان ينام دول وخنا شوق لنا أكل شيء كله في ده نبارتجيه مام لي أمم كله يلقو حلو. أنا جديدهم بس أخارين أنا عندهم جروس عندهم شنو يبارتجيه مع أوين ده أنا أنكوراجيه مام يسو مش السوينة ده أنا لنسي كمباني واي مش كمباني أنا أد يومانيتير ودا لي مش أنا سويت أكسيون واي أدل لناد ماين ده شيء ده ما نسي ونقد ندور نوريه رفيقتي جاي ده جنبي ده كله تسي وتودي قدام. كذا وفي نهاية المناسبة تم تقديم معونات غذائية إلى جانب مواد للتجميل للنساء اللائي شاركنا في فعاليات هذا اليوم المفتوح. الدورة التدريبية التي نظمتها كنيسة الأتسستانتية لصالح أتباعها أنهت عملها مساء أمس وسط حضور كبير من أتباع الكنيسة. تقرير محمد السليك وقراءة آدم محمد شرف الدين. خلال أسبوعين من التدريب والمداولات وتقديم النصائح المسيحية الذي شارك فيه 36 شابا وشابة من أتباء كنيسة الأدفنتيست، تجيء هذه المناسبة الدينية تتويجا للأعمال التي قام بها المكتب التنفيذي لكنيسة الأدفنتيست خلال الأسبوعين الماضيين. القس إيميل نليد خلال كلمته التوجيهية المطولة قدم العديد من الوصايا والإرشادات للشباب الذين التحقوا بالكنيسة، كما حثهم على خدمة الكنيسة بكل إخلاص وزهد والتمسك بالقيم والمبادئ الأدفنتستية، مضيفا بأنه عليهم نشر ثقافة التعايش السلمي ونبذ الكراهية. وبعد هذه الصلوات والدعوات توجه أتباء الكنيسة المنتسبين الجدد إلى شاطئ نهر شاري بشقوة، حيث عدوا الطقوس الأدفنتستية والحصول على مباركة قس كنيسة الأدفنتست بشقوة، داعيا لهم الرب بالثبات في العمل الكنسي. قدمت صباح اليوم الكونفدرالية الوطنية للأطباء التقليديين في تشاد حملة توعوية حول أهمية الطب التقليدي، كان ذلك بحضور بعض وسائل الإعلامية. تقرير زينب أحمد عبد. من خلال مواصلتهم لتوعية المواطنين للاهتمام بشأن الطب التقليدي أو ما يعرف بالتداوي بالأعشاب، حيث شهدت الدائرة السادسة قافلة توعوية تحمل في طيتها كيفية استعمال الأعشاب لعلاج الأمراض. وخلال ذلك تحدث رئيس جمعية الطب التقليدي داعيا إلى اللجوء في استعمال الأعشاب مما تساعد لمعالجة الأمراض. من جانبه مستشار الطب التقليدي يوسف علي طلب من سكان الدائرة الاهتمام بالطب التقليدي الذي يعتبر عاملا أساسيا من العوامل المساعدة في علاج الكثير من الحالات المرضية، لأن ده بس الأطباء أنا الطب التقليدي لأن ده الجدود الناس كل أول كل عايشين بده ده يمشي يمرقوا عشان بجوبوا عشان بعالجوا فوق المرض. عمدة الدائرة السادسة أشار في حديثه إلى أن الأعشاب هي من الأشياء الضرورية التي يجب علينا التركيز والعناية بها لأنها أصبحت وسيلة للتشافي في بعض الحالات، علما بأن الحكومة التشادية من جانبها اعتمدت في مجلس الوزراء قانونا
يسمح بتلقي العلاج عبر التداوي بالأعشاب في بعض الحالات. إذن أقامت صباح اليوم الكونفدرالية الوطنية للأطباء التقليديين في تشاد حملة توعوية وليس قدمت كما جاءت في بداية. إلى الساحة الفنية أو الساحة السينمائية التي فقدت الساحة السينمائية الإفريقية أحد منتجيها ومخرجيها وهو إدريسا ويدراغو المخرج البوركيني الذي وافته المنية يوم الأحد بدولة بوركينا فاسو، وسيؤثر هذا الفراغ في السينما الإفريقية. حول هذا عد زميل عباس بكر مصطفى التقرير التالي. المخرج والمنتج السينمائي الراحل إدريسا ويدراوغو البوركيني الجنسية والبالغ من العمر 64 عاما، لقد اعتنى في حياته واهتم في تطوير السينما البوركينية خاصة والسينما الإفريقية بصفة عامة، وقد حصل في حياته وحاز على العديد من الجوائز من خلال مشاركته في المهرجانات الدولية، لا سيما جائزة لجنة التحكيم لمهرجان كان وفيسفاكو، كما حاز على جائزة أفضل النقاد في مهرجان الجدة وغيرها من الجوائز، حيث كان وفاته ترك أثرا سلبيا لدى المخرجين والفنانين السينمائيين التشاديين. هو رجل ذكي، هو رجل عنده قلبيا كيف ضميره صافي. إدريسا قاعد حبس ما عنده استكبار ولا يكون اليوم قاعد في درجة عالية في السينما الأفريقية. هو عجبني باسكو قلب أبيض، نادم مسكين، نادم ديسبونيبل، وساعدني مرة واحد بكونساي حقا وراجل زين. ومن جانب آخر فقد استفاد المخرجين التشاديين من خبراته وآرائه النيرة والبناءة في السينما الإفريقية. عدة مرات كان سوى لنا تدريبات في جانب السينما، وهو الرجل يعني عنده أخلاق كويسة، وهدفه شنو؟ داير بتطوير الشباب عشان الشباب يتطوروا بزيادة في جانب السينما. علما بأن الراحل إدريسا قد أنتج أكثر من 40 فيلما، وقد فقدت الساحة السينمائية الإفريقية أكبر منتج ومخرج. نختم هذه النشرة بقراءة هذا القرار، قرار رقم 023 رئاسة الجمهورية، رئاسة الوزراء، وزارة إدارة الأراضي والأمن العام والحكم المحلي. المادة الأولى: إن التظاهرات أو الاحتجاجات السلمية التي دعا إليها الاتحاد الوطني للطلبة التشاديين فرع جامعة أنجمينا اليوم الأربعاء 21 من فبراير 2018 يمنع منعا باتا تنظيم هذه الاحتجاجات والتظاهرات. وقع على القرار أحمد محمد باشر وزير إدارة الأراضي والأمن العام والحكم المحلي. بقراءة هذا القرار نصل إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله.